وإذا وقعت في مكروب أو هم فاستغث بسيدنا محمد. ليه بدك تستغيث؟ أهل الله علمنا صيغة، علمونا صيغة الصلاة والسلام في عدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني سريعا بعزة الله. اسمع عندهم الاستغاثة السريعة، بيصدر الأمر الإلهي أغثوا بعد 33 مرة. بتقولها 33 مرة بحضور قلب وخشوع تأخذ الإجابة دغري. سألوني أنا والله